ها نحن إذ نشارف على نهاية شهر رجب الأصب، فحري بنا أن نتدارك ما فاتنا من أيامه فيما بقي منه وإن كان قليلا، فمن لم يوفق للأعمال المستحبة في الأيام الماضية يمكنه أن يعوض ذلك بجملة من المستحبات الواردة فيه من صلاة وصيام وذكر ودعاء واستغفار، ومنها قول لا إله إلا الله، فقد روي أن من قال في شهر رجب لا إله إلا الله 1000 مرة كتب الله له 100,000 حسنة ومنها الاستغفار. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله قوله رجب شهر الاستغفار لأمتي، أكثروا فيه من الاستغفار فإنه غفور رحيم. ومنها أن من قرأ في ليلة من ليالي رجب 100 مرة قل هو الله أحد في 2 ركعتين فكأنما قد صام 100 سنة في سبيل الله، في كل ركعة بعد الحمد قل هو الله أحد 50 مرة. كما روي عنه أنه من صلى في ليلة من ليالي رجب 10 ركعات يقرأ في كل ركعة بعد الحمد قل يا أيها الكافرون 1 مرة وقل هو الله أحد 3 مرات غفر الله له ما اقترفه من الإثم. وينبغي التذكير بصلاة خاصة بأيام جمع شهر رجب المروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال من صلى يوم الجمعة من شهر رجب ما بين الظهر والعصر 4 ركعات كل 2 ركعتين بتسليمه، يقرأ في كل ركعة بعد الحمد آية الكرسي 7 مرات والتوحيد 5 مرات ويستغفر الله 10 مرات، مذكور في كتاب مفاتيح الجنان من صلاها ختم الله له بالسعادة ويسكن الجنة مع الصديقين. وأما ما اختص باليوم الأخير من هذا الشهر المبارك فالغسل وصلاة سلمان والصيام، فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله برواية ثوبان حيث قال كنا محدقين بالنبي صلى الله عليه وآله في مقبرة فوقف النبي صلى الله عليه وآله فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما وقوفك بين القبور، فبكى بكاء شديدا وبكيت، فلما فرغ قال يا ثوبان هؤلاء معذبون في قبورهم سمعت أنينهم فرحمتهم ودعوت الله عز وجل أن يخفف عنهم ففعل، ولو صاموا هؤلاء أيام رجب وقاموا فيها ما عذبوا في قبورهم. فقلت يا رسول الله صيامه وقيامه أمان من عذاب القبر؟ قال نعم، والذي بعثني بالحق نبيا، ما من مسلم ولا مسلمة يصوم يوما من رجب ويقوم ليلة يريد بذلك وجه الله تعالى آمنه الله تعالى من عذاب القبر
وهول منكر ونكير. وروي عن علي بن سالم عن أبيه قال: دخلت على الإمام الصادق عليه السلام في رجب وقد بقيت منه أيام، فلما نظر إلي قال لي: يا سالم، هل صمت في هذا الشهر شيئا؟ قلت: لا يا ابن رسول الله. فقال لي: لقد فاتك من الثواب ما لم يعلم مبلغه إلا الله عز وجل، إن هذا الشهر قد فضله الله وعظم حرمته وأوجب للصائمين فيه كرامته. فقلت: يا ابن رسول الله، فإن صمت مما بقي شيئا هل أنال فوزا ببعض ثواب الصائمين فيه؟ فقال عليه السلام: يا سالم، من صام يوما من آخر هذا الشهر كان ذلك أمانا له من شدة سكرات الموت، وأمانا له من هول المطلع وعذاب القبر. ولا يفوتنا التذكير باستهلال شهر هو في الفضل والكرامة على الله، إن لم يكن أكثر من شهر رجب فليس بأقل منه. فمع إطلالة شهر شعبان المبارك الذي سيوافق يوم السبت الأول من أيامه، ينبغي على المؤمنين الجد فيه والسعي والاجتهاد في تحصيل رضا الله تعالى من خلال العمل بما يوجب استدرار رحمته، كما أن في هذا الشهر عددا من المناسبات الدالة على عظمته. نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا للعظة والاعتبار بها والتعامل معها من حيث روحها وقدسيتها، لا من حيثيات إطارها المادي. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من صلى علي مرة فتح الله عليه بابا من العافية. وقال صلى الله عليه وآله: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه. ولم يبق رطب ولا يابس إلا وصلى على ذلك العبد لصلاة الله عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من صلى علي مرة فتح الله عليه بابا من العافية. وقال صلى الله عليه وآله: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه. ولم يبق رطب ولا يابس إلا وصلى على ذلك العبد لصلاة الله عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من صلى علي مرة فتح الله عليه بابا من العافية.